طيارة مميزة جداً قدرت تحقق نجاحات ضخمة في ساحات المعارك في أوكرانيا، وقدرت تصد الهجوم الأوكراني اللي كان الغرب بيروج ليه على إنه اللي هيقضي على روسيا. إيه إمكانيات الطيارة دي؟ وإزاي نجحت في هزيمة أوكرانيا والناتو؟ وهل مصر اشترتها فعلاً؟ كل ده وأكتر هتعرفوا في التقرير ده من 5 بالعربي. طيارة روسية هيليكوبتر اسمها التمساح أثبتت إنها فعلاً تمساح بياكل كل أعدائه وبيقضي عليهم بشكل مذهل، والمروحية دي اسمها K-52 وشهرتها التمساح وبتضم مقعدين، وبدأت روسيا في تصنيعها سنة 94، وقامت الطيارة دي بأول تحليق تجريبي في صيف سنة 97، وتميزت بأنها محتفظة بكل المميزات اللي كانت في الطيارات السابقة، وكمان اكتسبت أفضليات بتسمح ليها بتوسيع تكتيك استخدام المروحيات بشكل جماعي. ولما بدأت أوكرانيا هجومها المضاد في شهر يونيو الحالي، نجحت الطيارات دي لحد كبير في أنها توقف الهجوم الأوكراني، وده بعد ما قدرت تدمر حشود كبيرة من المدرعات والدبابات الغربية والأمريكية زي دبابات ليوبارد الألمانية ومدرعات برادلي الأمريكية، ده غير مدرعات تانية من دول أوروبية. وأشادت الصحف الغربية بنجاحات الطيارة الروسية وقالت أنها قدرت تعطل الهجوم الأوكراني بشكل كبير، ونجحت في القضاء على أغلب المدرعات الأوكرانية. ومروحية K-52 دي من الطيارات متعددة المهام وبتشتغل في مختلف الظروف الجوية لتأمين الفعالية القصوى في أداء مهامها القتالية وتنظيمها، وبيوصل طول المروحية ل 16 متر وارتفاعها 5 أمتار وعرضها 14.5 متر، وبيوصل مدى الطيران العملي للمروحية مع الوقود في الخزانات الداخلية ل 520 كيلو متر، في حين بتبلغ سرعة الطيارة 350 كيلو متر في الساعة، وعندها إمكانيات كبيرة لتركيب المقذوفات الجوية فيها، وده بفضل وجود القاذف السريع الرمي وست نقط للتحميل في الحمالة تحت الجناحين. ومن الممكن كمان انه يتركب فيها المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات وغير الموجهة، والمقذوفات جوجو، والقاذفات الرشاشة، والمواد التدميرية من مختلف الأعيرة. وبيبلغ الوزن الإجمالي للوسائل القتالية اللي تقدر تشيلها الطيارة دي 2000 كيلو جرام. وكمان بيتركب في المروحية مجموعة إلكترونية بصرية بتسمح ليها بتحقيق الدلالة على الأهداف للمروحيات اللي بتطير ضمن مجموعة واحدة، وبتقدر الطيارة دي انها تدمر الدبابات والعربات المدرعة وغير المدرعة والمروحيات التانية. وأبرمت مصر اتفاقية لشراء الطيارات دي علشان تدعم السلاح البحري، خصوصا وإنها تعتبر الأنسب لحاملة الطائرات المروحية مسترال. وأعلن المدير العالم لشركة مروحيات روسيا أندري بوجينسكي إن بلده هتزود مصر ب 15 طيارة من نوع K-52 التمساح، وده في سنة 2017. وأكد بوجينسكي إن الصفقة بتشمل 46 مروحية، وإن روسيا سلمت مصر وقتها أول دفعة في إطار الصفقة واللي ضمت 3 مروحيات بتستخدم لتدريب الطيارين المصريين على قيادتها.